أهلا وسهلا فيكم من جديد. بسعدنا في هذا الصباح يكون معنا الدكتور وليد السرحان، مستشار أول الطب النفسي. أيضا نقول له ألف مبروك وسام الملك عبد الله الثاني من الحسين للتميز من الدرجة الأولى. ألف مبروك، يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك. صباحك وصباح الأردنيين. الله يخليك جميعا وشكرا. أهلا وسهلا، مشرفين اليوم وأيضا مبارك لكم على هذا الوسام. وبسعدنا أيضا نكون معنا محمد عبيدات مدير التسويق والاتصال في الأكاديمية الملكية لفنون الطهي. أيضا ألف مبروك الوسام وسام الملك عبد الله الثاني من الحسين للتميز من الدرجة الأولى. كل الشكر وأهلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك. تسلم. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا فيك، مبروك هذا التكريم. وإحنا بنعرف قديش ما شاء الله كان لك دور كبير في تطوير الطب النفسي في الأردن، وأيضا تأسيس مركز الرشيد للأمراض النفسية. فخلينا نحكي عن تطور الطب النفسي خلال السنوات الماضية. يمكن بالماضي كنا نحس أنه كان هذا الموضوع كأنه تابو أو عار، لكن الآن أصبح الناس يتنافسوا ويحكوا أكثر في هذا الموضوع. يعني هو الحقيقة المشوار بدأ في عام 81 عندما كنت قد بدأت بالمركز الوطني للصحة النفسية كطبيب متدرب، وكان هناك لقاء مصادف بسبب تقرير تلفزيوني صدر من التلفزيون الأردني، وجلالة سيدنا في حينها ذهب لزيارة مركز الكرامة، وأنا كنت يعني طلب مني أن أذهب، لم تكن مرتبة. واستاء سيدنا الله يرحمه مما وما رأى، وفي نهاية اللقاء يعني قال لي كلمتين ما زالت في أذني: أنا هذا القطاع بده همتك وهمة الشباب وأنا معاكم. واعتبرت من تلك اللحظة أن هذا تكليف. بعدها أنا ذهبت إلى الخارج وعدت وبدأت نشاطي من عام 85، وهذا النشاط بدأ بنشر الوعي من خلال هذه المؤسسة. كنت كان أنا لي برنامج تلفزيوني وبرنامج إذاعي، وأيضا من خلال إلقاء المحاضرات والندوات وغيرها، ثم العمل على تطوير الخدمات بشكل أساسي. وهذا أخذ طبعا جهود كبيرة. من ضمن ما كان يزعج عدم وجود يعني عشرات المستشفيات العامة، ولا يوجد مستشفى واحد نفسي بالقطاع الخاص. فمما دفعني إلى التفكير بالمشروع وزيارة العديد من المستشفيات حول العالم، ثم البدء في تنفيذه وإنجازه وتشغيله في عام 96. ويمكن يعني استمرت طبعا النشاطات على كل المستويات. يمكن أيضا على مدى السنوات الأخيرة أخذت ومواقع التواصل الاجتماعي مزبوط يعني جهد جزء من هذه التوعية، وحملات لمكافحة الوصمة وغيرها، والعمل في كل اتجاه يمكن أن ينعكس إيجابيا على الصحة النفسية للمواطن. وبتكريم سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني من الحسين، وكأنني قد استلمت رسالة من سيدنا رحمه الله، نعم، بأنك قد أوفيت بالعهد وقمت بالمطلوب. وأنا من هذه النقطة أقول إن كنت قد أوفيت وقمت بأعمال لصالح الوطن وللصحة النفسية، إنني بعد هذا الوسام سأبدأ جولة جديدة. كأن من أول وجديد عم بتبلش. وسأبدأ جولة جديدة، وآمل أن ترفع من موقع الأردن في خارطة الصحة النفسية العربية والعالمية. أكيد يعني فخورين بكل هذه المسيرة، وإن شاء الله زي ما أنت حكيت مستمرين أكثر وأكثر من خلال تقديم كل الخدمات الصحية المميزة لكل من يحتاجها على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، وبصمة الأردن في كل العالم أيضا في هذا المجال. أيضا عندما نتحدث عن الأكاديمية الملكية، هذا التكريم أيضا
قديش لها دور مهم اليوم في هذا التعليم وتخريج شباب جاهز لسوق العمل، ونحن ما نعرف قديش سوق العمل بحاجة إلى هؤلاء الشباب. تفضل. أول شيء سعد صباحكم والسادة المشاهدين، اسمح لي أبارك لكل الجهات اللي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، ابتداء من صندوق الملك عبد الله للتنمية اللي تعتبر الأكاديمية هي أحد مشاريعه التنموية، وللعاملين في الكلية والطلاب والخريجين اللي هم جزء من قصة النجاح وكان سبب في التكريم. الأكاديمية تأسست بال 2008 برؤية جلالة سيدنا اللي كان حريص على إنشاء كلية متخصصة بفنون الطهي في الأردن على أعلى مستوى، والحمد لله أوفينا العهد وعملنا واشتغلنا، وجاء التكريم كمظلة لكل النقلات النوعية اللي حصلت في الأكاديمية خلال ال 15 سنة الماضية، وتميزنا بتوفير شباب أردني قادر على سد احتياجات سوق العمل في الأردن والمنطقة. والآن هذا التكريم الملكي شكل علينا الصحيح ضغط إيجابي للمحافظة عليه وللتميز أكثر بالعمل أكثر والاهتمام أكثر بتوفير برامج دراسية في المجال المهني والتقني تساعد الأردن وتساعد الشباب الأردني على إيجاد فرص عمل في هاي المجال اللي عليها طلب كثير كبير. بصراحة محمد، يعني يمكن إحنا خلال السنوات الماضية استضفنا عدد كبير من الطلاب اللي تخرجوا من هذه الأكاديمية، وشفنا قديش عم بيكونوا متميزين، وفي قصص نجاح كبيرة، صار عندهم مطاعم، صاروا يشتغلوا في هذا المجال، ويمكن هذا الإشي مهم جدا يعني، وجزء من هاي المسيرة اللي إحنا عم نحكي عنها. فيمكن هذا الشيء اللي إحنا عم نشوفه من الأكاديمية، وبإذن الله مع هذا التكريم رح تستمروا فيه إن شاء الله. يعني خريجين الأكاديمية الحمد لله عم بتميزوا بالسوق المحلي والدولي وبأماكن عمل مميزة جدا. الكلية عم بتوفر برامج دراسية معتمدة دوليا رندا، فهذا الإشي عم بينعكس على الشباب الأردني من شمال الأردن لجنوبها، والحمد لله يعني الإنجازات عم 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 تتجسد أكثر وأكثر على أرض الواقع. ممتاز. دكتور، اليوم عندما نتحدث عن الطب النفسي ودوره أيضا في المجتمع في حل المشكلات الاجتماعية، قديش مهم هذا الموضوع، وماذا تقول بعد هذه الخبرة الطويلة أيضا كرسائل صباحية؟ يعني بدون وجود صحة نفسية لا تكتمل صحة الإنسان وسعادته ورفاهيته، ولا يكون المجتمع بيعيش نوعية حياة جيدة كما ينبغي. يعني منظمة الصحة العالمية لا تعتبر كمال الصحة هو عدم وجود الأمراض، بل هي القدرة على العيش برفاه نفسي وجسدي واجتماعي ونوعية الحياة التي يعيشها الإنسان. هذا طبعا بهذا المفهوم، يعني بأنه بدون إذا شلنا البعد النفسي من الصحة ومن حياة الإنسان فلا شيء آخر بيشتغل. يعني أنا لا أستطيع أن أتعامل مع المريض أنه كبد أو كلوة، أو لابد أن أتعامل معه كإنسان بظروفه وحياته ومشاكله الشخصية والاجتماعية وعلاقته الأسرية والعاطفية وإلى آخره. هذا كله بيعني الكثير. على الصعيد تمثيل ذلك، خذ الآن مثلا المشكلة القائمة في وسائل التواصل الاجتماعي والأطفال والمراهقين. هذه مشكلة، تحدي عالمي كبير. كم تترك الطفل على التلفون، كم يستعمل الشاشة باليوم، كم سيؤثر هذا على تطوره ونموه العقلي والاجتماعي. كل هذه تحديات الآن تواجهها الصحة النفسية في الأردن وفي العالم، ولابد من وجود خطط وطنية للتعامل مع هذه التحديات. يعني في كل تطور إنساني تخرج تحديات جديدة. الآن معظم الناس يقول أنا ابني ما بترك التليفون، أنا ابني على اللوحة الآيباد أكيد، وطبعا هذه كارثة، هذه الكوارث لا تتوقف عند أنه هو
ما جاب علامة، لا تتوقف بأنه هو صار عنده خلل في تطوره النفسي والاجتماعي. دكتور، صار في هلا أمراض جديدة نفسية لها علاقة بالأجهزة لا هي مش أمراض جديدة طبعا، في عندنا بالتصنيفات الآن العالمية إدمان الإنترنت، إدمان المواقع التواصل هي موجودة بالتصنيفات، لكنها أيضا رفعت الأمراض المعروفة، رفعت من القلق، من الاكتئاب، بعض الأحيان ترفع من الانتحار، وهذا مع الأسف الشديد يعني يحتاج جهود كبيرة ومراقبة، ليست بإمكان فرد، أجهزة الدولة وأجهزة المجتمع المدني يجب أن تتضافر معا لوضع حدود لهذا. كثير من الأسر يعني يجدوا أسهل طريقة لإسكات الطفل منذ الولادة، أعطيه تلفون، أعطيه هذه. هذه بحد ذاتها تحدي ظهر جديد. إحنا كبرنا وربينا وإحنا بنلعب بالحارة، بنلعب قدم، بنلعب. لا هذه الحارة اختفت. اختفت هلا الأطفال. قليل جدا تشوفهم. نعم من النادر إنك تجدي الآن أطفال عم بلعبوا بالشارع. صحيح. يعني دكتور هذيك مرة كاريكاتير إنه كيف قبل هاي الثورة التكنولوجية. كانت الأم تجي تشد ابنها تدخله على البيت، هلا بتشد ابنها تطلعه من البيت. صح. يعني صحيح. يعني هذا 100% هذا هذه المواجهة الأمور لا يجب أن تترك وكأنها مشية أو أنها مشكلة شخصية ولا فلان، لا هي مشكلة كل العائلات. صحيح. يعني بدون استثناء، ولذلك هناك جهود مطلوبة مني ومن غيري من الزملاء والعاملين في الصحة النفسية ومن أجهزة المختلفة. يعني أنا باعتقادي أنه دوركم كإعلام دور أساسي بكل هذه المسيرة. صحيح. يعني إيصال المعلومة للإنسان للأفراد، من الصعب أني أنا أعمل ندوة في كل مكان يحضرها 100 شخص. وبتعرف المشكلة دكتور، أنا بحس الأهل بيعرفوا وهم على يقين بهذا الموضوع، لكن إنك أنت تيجي تخلص ابنك أو بنتك من هاي الآفة صعب صعب. يعني أصبح الموضوع مع الأسف الشديد معظمهم لا يعرفوا الحدود. يعني أعطيك مثال، مثلا إحنا نقول إنه في أول سنتين ممنوع الأجهزة، ممنوع. وإذا كنت بدك تورجي الطفل، أنت بتمسكي الجهاز بتورجي شيء هادف، أنت إليك هدف تعلمية. بس بعد السنتين إلى الخمس سنين أيضا ممكن يكون يستعمل ساعة باليوم من قبل الأم والأب والأم. تخيل. ما في شيء يحمله هو رحاله. الولد كل النهار هذه توصيات عالمية، وللأسف كل يوم إحنا في المواجهة أصبح صحيح. سؤال لازم نسأله. صحيح. كم بتدخن، كم سيجارة، كم تقعد على التلفون، كم بتستعصي. قد تستغرب يعني طالب جامعي يقول لك أنا 14 ساعة على السوشيال ميديا. 14 ساعة. طب انت متى بدرس ومتى ينام ومتى ينجح؟ محمد، يمكن احنا اليوم عم نحكي عن التدريب المهني وعم نحكي عن أهمية التدريب المهني، ويمكن جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد دائما عم نشوفهم قديش عم بيركزوا على هذا الجانب. الآن من خلال هاي الأكاديمية قديش عم نحس صار في تطور بهذا الشأن، قديش صار في إقبال على موضوع التدريب المهني؟ شوف رندا، الأكاديمية عم تعطي برامج دراسية بفنون الطهي والضيافة والطعام والشراب بقطاع ضيافة. هذا القطاع له متطلبات كبيرة وحاجات بالسوق محتاجة تنوع أكثر في البرامج، فبالتالي التوجهات الملكية بضرورة توفير دورات وبرامج تدريبية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، صارت ماسة حاج تكون موجود عندنا في الأردن. الأكاديمية أخذت على عاتقها هذا الموضوع من خلال برامجها الدراسية.
زائد في أن تعاون كثير كبير مع مختلف مؤسسات التدريب المهني والمؤسسات السياحية. حتى في عندنا لجنة مستشارين من مختلف القطاعات والمنشآت السياحية عم بتوجهنا وين في مشاكل بالسوق، وعلى أساسها عم نوفر البرامج التدريبية اللي ممكن الشباب يلتحقوا فيها ونحل مشكلة إحنا بحاجة لها. فبالسنوات الماضية والمستقبل القريب إن شاء الله راح يكون في برامج تدريبية قصيرة ومتوسطة الأجل تساعد الشباب على إيجاد فرص عمل في السوق المحلي. ممتاز. يعني محمد، اليوم لو حكينا أكثر عن موضوع البرامج اللي بتقدموها وكرسالة من خلال خبرتك واطلاعك، وممكن عم بتتابع وتشوف توجهات الشباب اليوم، شو بتنصحهم نصيحة من خلال الاستفادة أكثر من هذه البرامج، من الأكاديمية، من أنه أنت اليوم تبلش مباشرة بسوق العمل ويكون لك دخل ويكون لك أساس لبناء أسرة، بناء مستقبلك بطريقة أفضل بعد ما تقعد أو بدل ما تقعد فترة طويلة تدور على شغل؟ شو بتحكي؟ يعني احنا دائما نصيحتنا للشباب انهم يتابعوا السوق ومتطلباته. انت عارف التخصصات الراكده دائما وزاره التعليم العالي كل سنه عم تطرحها مشان الشباب تتجنبها. فبالتالي احنا التخصصات اللي بنطرحها في الكليه هي تخصصات مليئه بوظائف العمل بالسوق المحلي والاقليمي وحتى الدولي. وبنصح الشباب اللي عنده شغف في مواضيع الطهي والطعام والشراب والإدارة إنه يتوجه لهي التخصصات، ومثل ما تفضلت إنه يختصر على حاله الوقت ويدرس شغلة هو بحبها. مزبوط. لو إنها مش ضمن خلينا نحكي الثقافة المجتمعية، لكن الحمد لله بالسنوات الأخيرة حتى الثقافة تغيرت في هذا المجال. بالعكس، شو بدي أحلى من إنه الواحد هيك يتفنن ويتميز بتقديم النجاحات المأكولات. صحيح. الجميل. وترى في ناس عنده كثير هواية، حتى بتلاقيه مثلا شو ما كانت وظيفته الثانية عنده هواية بهذا الموضوع. والله صحيح. أنا بحب كثير، يعني أنا من نفسي أروح أنضم للأكاديمية. احنا ضيوف عندك ست في الأكاديمية. اللي بدي اقول لك هي انه دائما الشغف ممكن انت تحوله لمهنه. والحمد لله احنا نجحنا في السنوات الماضيه ككليه انه نغير شوي من الثقافه المجتمعيه بالتركيز على قصص النجاح اللي انت ذكرتيها رندا. يعني على مواقع التواصل الاجتماعي في الكليه دائما بنتابع الخريجين، دائما بنتابع التطور الوظيفي، دائما بنساعدهم يكونوا افضل. العلاقه ما بتنتهي مع الخريجين، فالتركيز عليها صار يشجع الاهل ويشجع الطلاب انهم يتخذوا هذا الموضوع كمهنه مستقبلية لهم. نعم. يمكن من موضوع ثقافة العيب، موضوع التفكير أيضا دكتور، إحنا بنشوف هذا الإشي على أرض الواقع. بنشوف بعض الأشخاص عندهم موضوع الطب النفسي بقول لك لا أنا ما بروح عند دكتور نفسي، أنا مش مجنون. كنا نسمعها زمان. الآن أنا بدي أحكي اليوم من خلال سعد صباحك، أنا آخر سنتين كنت عم بشوف طبيب نفسي وأخصائي نفسي، مريت بظرف صحي صعب، ومع ذلك اكتشفت قديش مهم الواحد يقعد يحكي مع حدا خارج نطاق الأسرة، خارج نطاق العيلة، بساعد كتير. هل عم نشوف هذا التطور بموضوع الطب النفسي؟ بالتأكيد. يعني هذا إذا بدنا نرجع للثمانينات كان فكرة أصلاً طبيب نفسي مستهجنة ومستغربة، وبدأت تصبح أكثر تقبلاً على مدى السنوات، بحيث أنه في السنوات الأخيرة بدأنا نرى البعض يتباهى بأنه هو يعني يتباهى الآن يقول هذا دكتوري على التلفزيون، هذا دكتور شاطر. وهذا هذا النقل الحقيقة إحنا يعني مشينا فيها زي ما مشي العالم كله. يعني الوصمة كانت موجودة في كل دول العالم وما زالت، حتى في أكثر الدول المتقدمة واللي عندها يعني ثقافات العيب قليلة لا زال هناك وصمة لكنها محدودة. إحنا للأسف الشديد كانت عندنا وصمة هائلة، الناس بتعاني، ومنظمة الصحة العالمية تعطي بأقل تقدير واحد من كل خمس أشخاص بحاجة الآن لأن يكون تحت معالجة، ولكن مع الأسف اللي بيجي عند مشعوذ واللي بيروح على مستشفيات واللي بيتطلق واللي بيترك البيت وبصفي هذا الكلام. المفروض الأجيال الجديدة تعي ذلك. صح. وتعرف أنه أنا أروح أزور مشعوذ لا يحمل مؤهل
ليس بالشيء اللطيف والغير معيب، بينما أني أروح أزور أستاذ دكتور معروف بعلمه، هذا المفروض شيء يعني جيد. وزي ما تفضلتي أحيانا حتى مش لمرض كبير وخطير، لا حتى حتى تفكري بوضوح وصفاء وجود شخص محايد مهني، هذا بيعطيك مجال انت انك تقدري تطوري نفسك وبساعد كثير يعني. نعم. بساعد. هلا الحياه كثير فيها قلق وكثير فيها مشاكل وكثير فيها ضغوطات، الواحد بين مرته واولاده والاهل والعيله، روح فرغ عند هالدكتور وريح راسك. فيعني يمكن هاي من الاشياء المهمه اللي احنا بنحكي فيها اليوم. دكتور بدنا نشكرك كل الشكر. محمد كل الشكر لكم، مبارك لكم هذا التكريم الملكي، وكل توفيق دائما وابدا. اكيد كل الشكر لكم، والف مبروك لكل المكرمين، وإن شاء الله أيضا في حلقات قادمة نلقي الضوء أكثر وأكثر على كل هذه البصمات والإنجازات من خلال هذا الجهد العظيم اللي بيرفع الرأس. الله يقويكم وألف مبروك دائما.